رخم قوي. هو دلوقتي لاحظ المساله دي انا ضربتها لك من بدايتها خالص لحد اصعب حاجه. ده اصعب ليفل، مش هيجي لك اصعب من كده. لما كانت ديترمينيت انترنالي واكسترنالي كانت مساله عاديه. لما كانت انديترمينيت انترنالي عرفنا هنعمل ايه زي المثال اللي فاتت. دي بقى هي دي انديترمينيت اكسترنالي وانترنالي الاثنين. هحلها ازاي؟ برضه انا عاوز ارسم، فعشان ارسم او دي مساله انديترمينيت فلازم احلها بطرق الانديترمينيت كونسيستنت ديفورميشن ميثود. كونسيستنت ديفورميشن ميثود، ولكن فاكرين لما كان بيبقى عندنا كذا سيستم كذا كولكشن سيستم؟ دي نفس الكلام. هعمل مين سيستم، والمين سيستم ده لازم يكون ايه؟ ستيبل وديترمينيت. فهو عامل المين سيستم اهو شايل الحاجات اللي عامله لي انديترمينيتس، اخلي دي رولر واخلي دي هنج واشيل اللينك ميمبر خالص. تمام؟ واحط القوة بتاعتي عادية خالص، احط عليه كل القوة. لو في هنا قوة ولا حلو؟ واعمل كوريكشن سيستم، الكوريكشن سيستم ده المفروض يعمل لي ايه؟ يحط ان انا شلت. فهنا انا شلت حاجتين، ايه هما؟ اللينك والقوة اللي عندي الرولر، فهم عامل اثنين كوريكشن سيستم. هم عامل اثنين كوريكشن سيستم، واحد هحط فيه تأثير اللينك، وتأثير اللينك ده بيبقى عبارة عن ايه؟ قوتين عكس بعض في المقدار، عكس بعض في الاتجاه، يساوي بعض في المقدار، قيمة كل واحد واحد طالب. زائد الكوريكشن سيستم الثالث اللي هو انا هحط فيه ايه؟ احط فيه التأثير الريأكشن ايجنت، وبرضه هحطه بكام؟ واحد طالب. وعرفنا ليه بنحطه بواحد؟ عشان نعمل طرفين في وسطين في الآخر. طب وبعدين بقى انا عندي كده كام؟ المفروض المسألة دي تتحل بالفيرشوال وورد اثنين، والمسألة دي تتحل بالفيرشوال وورد، والمسألة دي تتحل بالفيرشوال وورد. فأنا قدام كده كام كام مسألة؟ ست. ثلاث مسائل كل مسألة هيخرج منها اثنين. ولكن هنعمل ايه؟ زي ما انتوا عارفين ده هنرسم منه الام دوت. تمام. وده هنرسم منه الام واحد، وده هنرسم منه الام اثنين. انا كده قدام ثلاثة سيستم. ركز معايا بقى، المعادلة بتقول لك ايه؟ المعادلة لما بيكون عندي كذا سيستم، لما بيكون عندي كذا سيستم، المعادلة بتقول ان دلتا واحد زيرو زائد اكس واحد، اكس واحد دي الحاجة اللي أنا شلتها الأولانية. اكس واحد دي الحاجة الإيه؟ اللي أنا شلتها الأولانية، اللي هي المفروض القوة في الليل. بدلتا واحد واحد زائد اكس اتنين في دلتا واحد اتنين بتساوي زيرو، دي المعادلة الأولى. المعادلة الثانية دلتا اتنين زيرو، اتنين في زيرو، بدل ما بضرب الام دوت في ام واحد هضرب الام دوت في ام اتنين زائد اكس واحد في دلتا اتنين اتنين بدل واحد واحد هتبقى اتنين اتنين، او اسف اكس واحد في اتنين واحد، بدل ما انا هضربه في نفسه هضربه في اتنين زائد الاكس اتنين في دلتا اتنين اتنين. الكلام ده كله بيساوي زيرو، والمعادلتين في مجهولين، وابدا احل. حلو؟ حلو، بس مش حلو جدا. عندي حته ناقصه. اللي كام؟ ايوه، طب النورمال بقى اخده فين بالظبط؟ اخده في المعادله اللي فوق، اخده مع واحد واحد، وفي المعادله اللي تحت اخده مع واحد واحد، اثنين واحد. لا، هو هيتاخد مره واحده بس في واحد واحد. تمام؟ ليه؟ لأن واحد دوت السيستم واحد دوت هو ده اللي أنا شلت اللينك وحطيت تأثيره. حلو؟ فأنا لما أجي أعوض على واحد واحد أضربه في نفسه لازم آخد تأثير اللينك منه. لكن السيستم ده ما فيهوش لينك منه. عشان كده مش هاخده في تأثير اثنين مع واحد. ولا هاخده في تأثير واحد مع زيرو. لأن ده ما فيهوش لينك وده ما فيهوش لينك. الوحيد اللي فيه لينك هو ده، واللينك هيظهر قوي لما اضربه في نفسه. تمام؟ تمام. فهنا يبقى هنا في
لما اجي اضرب دلتا واحد واحد ده هو عامل ايه؟ هو فتح القوس واقول له ده دلتا واحد واحد زائد طول اللين على الاي في الاي. فاكرين القانون اللي احنا لسه كاتبينه؟ طول اللينك عليه وطول اللينك ده جه منين؟ انتجريشن دي ال. حد عنده مشكله؟ بس الحل بتاع المساله موجود معاكم دلوقتي.